وحاليا إلى قضية أخرى إلى قضية أخرى. أكثر حساسية طبعا. أكثر حساسية وهيك تثير الجدل والكثير من التساؤلات أيضا مصطفى إذا يعني اتخذ مؤخرا قرار بإغلاق مدرسة الحنان في مدينة عرابي وهي مدرسة للتعليم الخاص اللي أقيمت عام 83 بهدف إيجاد إطار تربوي للطلاب اللي بيعانوا من صعوبات ومشاكل على المستوى السلوكي الجسدي أو حتى العقلي المدرسة بتقدم إلى جانب المسار التربوي عفاف والتعلمي عدة مسارات أخرى أو خدمات لطلابها منها العلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي وايضا علاجات بالفنون والموسيقى وغيرها ورح نعرف تفاصيل القضيه حاليا من ضيوفنا المتواجدين معنا في استوديو الباب على الباب الاستاذ حسين عاصلي هو ابل طالبين في مدرسه الحنان وايضا رئيس لجنه اولياء امور الطلاب فيها مساء الخير وعلى خطبه شقيقه طالب ايضا موجوده معنا يعطيكم الف اهلا وسهلا فيكم في البدايه استاذ حسين يعني شو اللي عم بصير في مدرسه الحنان اللي عم بصير استاذ مصطفى صورة غير واضحة تمويه من قبل المسؤولين في بلديه عرابي وانا اصر على ذلك في بلديه عرابي منذ اكثر من سبعه اشهر عندما بلش الموضوع ينفتح انه خطر اغلاق ما كان امر اغلاق كان زي تهديد كان تهديد في اغلاق المدرسه وهي كانت اول مره من سبعه اشهر انتم بتسمعوا كاولياء امور نعم عن كاولياء امور محبو. احنا من 83 ولا مره نحكي عن هذا ولا مره هذا من شهر 11 ل 2020 بلش بخطر اغلاق المدرسة مش في اغلاق المدرسة كيف تطور تطور عقده جلسه في في المدرسه انا انا كنت صدفه موجود انا لا اندعيت لا من قبل مديره مدرسه ولا من قبل مسؤولين بصفتي رئيس رئيس لجنه الامور مع المفتشه للمدرسة تواجد في الجلسة مسؤول قسم المعارف من كان المدير عام مدير عام البلدية والأستاذ عماد غيث مدير ال يعني عم نقول جزء من الاداره جزء من الاداره تواجدوا في المدرسه بجلسه نعم. مع المفتشي انا صدفه فتت على على المدرسه استاذ حسين حتى تركت يعني في ال... الوقت بشكل صحيح في هذا الاجتماع تقرر اغلاق المدرسه ونقل الطلاب الى مدرسه في سخن الى الى دمج هذا كان احد الاقتراحات باي لاي اسباب؟ لاي أسباب, اسباب؟ لان هناك تنازل بالعدد الطلاب بشكل ملحوظ بشكل قديش بشكل ملحوظ قديش يعني اليوم مدرسة الحنان ما ما يعني ما راقبوش شو الأسباب ليش الطلاب عم بتقل طلاب في عنا طلاب قديش عدد هن اليوم؟ اليوم عدد الطلاب 18 طالب وقديش كانوا بالماضي؟ في الماضي في منذ سنة 2013 كان عندنا 49 طالب م. وما كان في استفسار ليش هذا يعني ليش صار ليش هذا التسرب؟ عندنا انا بقدر اشرح وين راح عدد الطلاب اللي طلعوا من المدرسة وعقبالي نشوف فات على المدرسة باقتضاب من حب نسمع باقتضاب من الـ 2013 ل 2021 نزل عدد الطلاب من 9 و... من الـ 2013 ل 2017 نزل عدد الطلاب لل 26 اها بال 2017 من الـ 2013 ل 2017 ما فاتش ولا طالب على المدرسة جديد بال 2017 فات خمس طلاب اللي هن كانوا في صف علاجي اللي هن جيل سبع سنوات اللي, هني موجودين اللي هن موجودين اليوم في المدرسة في صف في المدرسة وبنت من بريت مدينة عرابي ست طلاب على مدار ثمان سنوات كل اللي فاتوا على المدرسة ست طلاب من تسعة وأربعين في منهم سبع طلاب اللي انتقلوا لكتاب كديمة هذا هذا هي سجل المدرسة إنجاز للمدرسة وهذا إنجاز كبير لمدرسة الحنان دس الحنان فيها طاقم كثير بجنن نعم إيه. يعني استاذ استاذ حسين خليني انتقل لو سمحت لا علا ليه رافضين كاهل انكم تنقلوا الاولاد او الاطفال او الطلاب الى سخنين مع انه يعني وزاره التربيه بتقول المدرسه كثير قريبه ايه الرفض الموجود هو ايه الطفل اللي احتياجات خاصه اللي ربي من هاي المدرسه وربي بهاي المدرسه وكانت بيت ثاني له فمش هواين تيجي تنقله لمجتمع خاص جديد طلاب جداد معلمين جداد الاهالي دائما عندها شكوك اتجاه تعامل المعلمين مع اهلهم مع اولادهم لانه بالنهايه هذول الاولاد شريحه خاصه في من اللي غير قادر على الحركه على الحكي على السمع فدائما الاهل بحاولوا يلاقوا البيت الجديد والبيت الدافي والعائله الثانيه صحيح مدرسه الحنان كانت عائله بتجنن والطاقم العمل اللي فيها رائع فانا بتوقعش اليوم كاخت بعد وفاه امي اني اضطر اودي اخوي على اي نطاق جديد يحسسني كل يوم بتانيب ضمير داخلي تجاه هل هو مرتاح او لا وهذا ناهيك عن الامور التقنيه كمان يعني ومشقه التنقل ايضا وبالذات اذا عم نحكي على اطفال اللي عندهم يعني احتياجات مختلفه عن باقي الاطفال استاذ حسين اذا بدنا نرجع ل يعني الادعاءات اللي سمعتوها اكيد احنا راح بعد شوي نحكي عن الرد الرسمي اللي تلقيناه ولكن شو كان يعني التطور اللي كنتوا تسمعوه التطور كنا نسمعوه إحنا لما طلعوا في قرار في هذا الاجتماع انه فيش شو بعد ننقذ في المدرسه فيش عندنا عدد طلاب احنا طب يعني فيش شو نعمل من 2013 استاذي لحد 2017 كرئيس لجنه اولياء أول الطلاب انا انا مش كل السنوات كاب لطالبين كاب لطالبين وكاخت وك كمان علا ما انتبهتوش انه المدرسه عم بقل عدد الطلاب بشكل يعني ملحوظ انتبهنا طيب. هذا لفت انتباهي لانه, لأنه قمنا قمنا في الحديث قمنا في الحديث مع مديره المدرسه شو السبب اليوم في عده اسباب اخي منها مرا... فيش مراقبه على اللجان لجان التصنيف فيش شفوك للمدرسه زي ما لازم تسويق كما يتطلب تسويق مم. للمدرسه كما يتطلب مش موجود احنا مدرسه اللي بتقدر تحتوي من جميع البلاد اللي حوالينا احنا مش بس لاهل عرابي مدرسه عرابي مدرسه عرابي تنعد شاملي للقرى المجاوره وهاي مدونة في وزاره المعارف بيت سافر ازوري <applause> اللي بيستقط وكان عندنا كان عندنا من جميع القرى اللي حوالينا شو كانت الاجوبه الاجوبه وين الطلاب فيش طلاب اللي مت... مد... يعني ملائمين <applause> لل... اللي لا اللي ملائمين للحنان مم. نسبة طلاب يعني من هاي الشريحة ذوي التحديات في نسبة مليحة في عرابي أنا بحكي هسه على نطاق خارج عرابي لأنه إحنا مدرسة اللي بتشم... بتقدر بتشمل بتقدر تشمل من جميع القرى المجاورة والمدن المجاورة أستاذ حسين أي أبواب طرقتوا؟ يعني بعد ما سمعتوا أنه القرار رح يكون وكأنه قيد التنفيذ قريب أول قرار أول باب طرقته باب رئيس البلدية عمر واكد نصار وقمنا في جلسه معه في المدرسه حطينا خطوات عده خطوات كان يعني اقتراح عده خطوات وكله مدون ومسجل لإشف... لانقاذ المدرسه والاستمرار في, الت... فيها. في التدريس فيها التدريس فيها لغايه اليوم منذ الشهر 11 جلسه الاولى مع رئيس بلديه عرابي لحد هذا التاريخ اليوم يجوا يورجوني ان هن قدموا اقتراح معين للوزاره او حاولوا طيب يعني على يوقفوا القرار او يجمدوا القرار نعم. تنقذ المدرسه لليوم فش. فيش أي استاذ حسين أنا بدي أقول لك على تحرك وصلنا يعني مم. في غرفة تحرير الباب على الباب لما تواصلنا مع رئيس بلدية عرب الأستاذ عمر نصار قال هذا قرار الوزارة لأنه في نقص بعدد الطلاب وغير مؤهل المدرسة تكون فاتحة وعم بتشغل طواقم وبكل ما تحميه الكلمة من معنى كلمة شغالة وفي بس 14 طالب او 18 طالب في الصف لما توجهنا لوزاره التربيه قالوا القرار مشترك بيننا وبين بلديه عرابي والمدرسه المنوي النقل عليها طلاب مدرسة الحنان هي مدرسه قريبه جدا من عرابي حتى وانها موجوده في سخنين يعني غالبا المسار رايح لاتجاه اغلاق المدرسه مهم اسالك اولا شو راح تعملوا يعني هل بالاخر مع كل تانيب الضمير او الاسئله حول مدى اريحيه المكان لاخوك هل ممكن فعلا تضطري او تلاقي تتعاملي يعني مع القرار إيه في رساله وجهتها للرئيس قبل إيه اسبوعين ثلاثه لما كنا بالاجتماع اللي بكت كل الموجودين ما عدا الرئيس للاسف بدي إيه اعقب بس شوي صغيره على قصه إيه ليش ما انتبهش ل عدد الطلاب مع السنين لما كانت امي في اجتماعات سابقه وحتى لحديت 2020 بعد وفاتها ولما كنت انا في اخر اجتماع فيها كانوا يجيبوا نفس الدفتر ونفس الألم وحكيت له هذا الحكي بداخل الاجتماع اللي كنا فيه الاشياء اللي عند الاهل مطلوبة تكتب ولا تنفذ ابسط الاشياء واسف رح اخذ من وقت شوي صغيره بس اتفه سبب ممكن ان ولد او اهل ينقلوا ابنهم من المدرسه هو عدم وجود طريقه للولد ينزل فيها من المدرسه من الساعه للمدرسه بدون ما يتبلل بالشتاء فالرئيس اذا كان بيسال حاله هذا السؤال فهذا الجواب وتتليها كثير امور شو رح نعمل اسا مكملين مكملين باللي عم نعمله وراح نوجه شورت رح نوجه الاعلام بشكل كبير وبتمنى من كل شخص عم بيشوف هاي الحلقه يتوجه لمدرسه الحنان كقضيه راي عام كبيره لانه بتفكر لو اي بني ادم عنده طفل مع احتياجات خاصه الم رح يكون كبير ورح يفكر بهذا الموضوع أهلاً خطباء وحسين عاصلي شكرا لكم رح نتابع هذا الملف بالتأكيد شكرا جزيلا شكرا لكم